اهلا بيكم وحلقه جديده وحقق حلمك. والنهارده احنا جايين نحقق حلم الست ناهد امام مهدي سالم خليفه. كلمتنا على برنامج حقق حلمك وهي امنيتها امنيه بسيطه جدا. هي ست نفسها تجيب الشبكه لبنتها لان خطيبها زي ما قالت في التسجيل على قد ظروفه. جينا لها عشان ندور عليها ونشوفها هي فين ونحاول نحقق لها حلمها. خد يا حبيبي، خد يا حبيبي، تعالى تعالى. فين 32 شارع عفيفي؟ 32 شارع متفرع من شارع المشروع عين شمس الغربيه. اهو يا فندم ده اهو. تعالى حضرتك شارع عفيفي. شارع عفيفي وده شارع عفيفي. ناهد امام مهدي سالم، العنوان 32 شارع عفيفي، تفرع من شارع المشروع عين شمس الغربية. 45 سنة كنت بتمنى شبكة حلوة لبنتي عشان احنا ظروفنا صعبة، وابوها متوفي وخطيبها على قد حاله، وانا معايا 5 بنات مفيش في ايدي اي حاجة اعملها. نمرة 26. السلام عليكم، كل سنة طيبين، رمضان كريم. نمرة 32 شارع عفيفي فين؟ تمام. هنا 28. 28 يبقى هو ده تقريبا اللي جايه، اللي هي ست ناهد امام مهدي سالم. السلام عليكم ست ناهد امام. انا عمرو الليسي، كل سنه طيبه. ازيك؟ الله يسلمك. انا اسف جاي في ميعاد يعني مش مناسب. لا مناسب، وكل حاجه تفضل. مناسب؟ مناسب بجد؟ بجد. نيجي نخش يعني؟ طيب يا سيدي، ربنا يخليك. احكي لنا بقى ست الحكايه بقى. نسمعها الاول من الوالده. اتفضل احكي لي بقى حكايتك. ايه احكي حكايتي؟ انا معايا 5 بنات وجوزي. 5 ما شاء الله، انا هدخل الجنه اهو. ده 3 يخشوا الجنه مش على 5 بقى. وجوزي متوفي وما فيش ليا دخل ولا ليا اي حاجه. انا بشتغل. ايه؟ ما بشتغلش. يعني واحد عندها شويه عجينه اخبزهم ليها بالفلوس وخلاص. ما فيش ما فيش. طب وانت عامله ايه؟ ما شاء الله انت عندي 5 بنات على عايز. ربنا ما بنساش حد بقى. لو انت بتعملي انا عايز والله ما بعمل حاجه، هو كده زي ما انا بقول لك ربنا كبير. يعني هو ربنا خلق حد ونسيه؟ الحمد لله. وبعدين دي بقى كبيره؟ لا ده دي اخر واحده. دي اخر واحده؟ اه. قبلها جوزوا؟ مخطوبه. اه متجوزين. دول ولادك ولا اولادهم؟ دول احفادي. احفادي. اسمك ايه؟ شاهد. شاهد. وانت شاهد والله. وانت اسمك ايه؟ ياسمين. يا سلام، اعز الاسماء ياسمين بالنسبه لي. بس شاهده تشبه لك عارف والله، انا واخده ملامح. شغال فين يا محمود؟ في القطاع الخاص. شغال ايه؟ مجال السيراميك. سيراميك. وانت شغاله فين؟ المشغله. شغاله ولا لا؟ طبعا. لا طبعا ما بنش تشتغل طبعا. لان والله الست تشتغل النهارده تساعد الراجل برضه، يعني ايد على ايد بتساعد. ماشي يا ماشي، بس هي برضه في بيتها تبقى منوره بيتها. بقالكوا قد ايه مخطوبين؟ بقالنا سنة ونص. سنة ونص؟ نعم. مأخركوا على الجواز؟ على ما نجهز حالنا ونشوف حالنا كده الأول. جهزتوا ايه لغاية دلوقتي؟ حاجات بسيطة. على الله كله. طلبوا منك مهر جامد وحاجات زي كده؟ لا والله يا أبدا. متسهلين يعني أصلا؟ دي ستة يا أميرة أصلا. طبعا. لا والله أصلا مش طالبين أي حاجة. يعني هي قاعدة تسطر بناتها بس تطمن عليها؟ يا رب. اشتروا راجل يعني؟ اه طبعا يا أستاذ عمرو. هم كويس كويس محمود؟ ونعمان هو والله. يعني ابنك يعني؟ اه والله. بجد؟ أنا ما عنديش ولد وهم دول ولادي. بس خلي بالك دايما جوز البنت هو الابن. الحمد لله. وهو اللي يشيل حماته بعد كده. الحمد لله. اه. خليك جدع مع حماتك. طبعا والله أستاذ عمرو في عينيا. في عينيا والله. معاش ولد يا عيني. احنا ولادها. هم دول ولادها. احنا ولادها. احنا ولادها. كمان يا استاذ عمرو هي مفيش عندها غير ضمان اجتماعي لو 350 جنيه وهي معوقه، والشقه دي 400 جنيه. يعني هي بتاخد معاش 350 وبتصرف 400 جنيه ايجار.
لا والله انت يعني انت اميره بجد يعني. الله يخليك يا فندم، ربنا يديك الصحه. طيب انت دلوقتي الموضوع واقف على الشبكه؟ اه. يعني انت كلمتيني عشان نجيبك الشبكه؟ كنت بتحلم بكده والحمد لله. كنت بحلم بشبكه و الشبكه دي تفتكر كنت هاجي لك؟ مش عارف الله اعلم. يمكن تتصل هيجي ده ولا مش هيجي؟ احنا اتصلنا على الله يعني، احنا كنا قاعدين مع بعض يعني. كم مره اتصلت في البرامج وكلموكي؟ اول مره يا رب ما تبقاش اخر مره. بس الناس الطيبه اول مره طول عمرك. الله يكرمك، ربنا يخليك. طيب انتوا جاهزين لابسين؟ انت مش لابس جزمه؟ يلا قوموا وضبوا حالكم تعالوا عشان ناخدكم معانا مشوار كده. يلا بينا. عايزين بقى نشوف اقرب محل جواهر جنا. عارفين مكان قريب؟ معايا حد تبعه معاه؟ عارفه؟ يلا ركبوا يلا يلا. السلام عليكم، كل سنة طيبين، ازيك؟ كل سنة طيب. انا معايا عريس وعروسة وعايزهم شبكة، حاجة جميلة كده وحاجة وصاية يعني. مقاسي 22 يا بابا. حافظ زي مقاسات، عارفة كل حاجة الحاجة. الله يخليك. ربنا يخليك. تعالي يا امه. هو يا ياسمين تعالي يا امه تعالي. حاج ناهد ده انا جاي لك مخصوص. ده انا جاي هنا. الف سلامة عليك. تعالي تعالي جنبي هنا، تعالي جنبي هنا، تعالي جنبي هنا، يلا تعال. هزلها احسن حاجه. لا لا ها طيب ايزي بقى وشوفي كده يا عروسه كده. نفس الورد نجيب خاتم كمان. خاتم وخاتم العريس عليك بس كده علينا عشان خاطرك كده. ماشي. ربنا يخليك يا استاذ عمرو. الله يخليك. حلوه الاساور؟ اه حلوه. عجباكي؟ كده 100 100 علبه يا عم. علبه احلى علبه من عندك. وبعدين خدم العريس احلى علبه عندك. ما تنساش العريس بقى. العريس انا وعجبك الدوله انت تلبس الفاطه. لا بس الاساور حلو. هي خالتك اللي معاكي؟ خالتها؟ اه لا ما شاء الله انت يعني عارفه تختار ازاي. متشكرين يا استاذ عمرو، ربنا يجازيكم خير يا رب. ربنا يا ستي يسعدهم ويتمم لهم على خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يبارك لك يا رب. ألف ألف مبروك يا جماعة، وربنا يتمم لكم بخير وسعادة. ما عندوش حجة بقى دلوقتي ولا عنده حجة لسه؟ يلا مبروك عليكم، ألف ألف مبروك. حققتي حلمك؟ أيوه الحمد لله يا رب يخليك يا فندم. أنا عايز أسألك، أنت حققتي حلمك؟ الحمد لله، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. نفسك في أي حاجة تانية؟ يا رب يخليك. ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم، وعايزين دموع الفرح دي تبقى دموع سعاده دايما ان شاء الله. ربنا يبعد عنكم اي حزن يا رب ان شاء الله. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا دكتور. ما تنسوش تعزمونا في الفرح ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. زي ما شفنا الحمد لله ربنا قدرنا وحقق لنا حلمها، كان نفسها بشبكه جبنا لها الشبكه، وربنا يسعد الناس كلها يا رب.